الحين بكلمكم عن ستايل الكلاسيك، ولو اني انا مو من محبين ستايل الكلاسيك بس بحاول اعطي بعض النقاط المهمة عنه. كلاسيك اعتقد هي كلمة تعبيرية جدا عامة عن الستايل هذا، لان الستايل الكلاسيك في ستايلات مختلفة تتفرع تحته. يعني بعض الناس يسمون الستايل الامريكي ستايل كلاسيك، شوفوا هذا اسمه الامريكان كولونيال انتيرير، مثلا المطبخ كستايل، وهذا بعد بعضكم ممكن يسمونه كلاسيك، بس هو فعليا كتصنيف هو ستايل امريكي. مثل ما تشوفون بالستايل هذا كثير ما يستخدمون الاخشاب، واهم الاخشاب اللي يستخدمونها هي خشب الجوز، الكرز والمهوغني. الستايل الامريكي وايد تاثروا في ستايل اسمه التشيبنديل. ستايل التشيبنديل هو مسمى لبعض الاثاث اللي تشوفونه هني، واللي ابتدعه واحد نجار اسمه توماس تشيبنديل. هذه بعض الصور لاثاث التشيبنديل عشان تفهمون اكثر انا ايش قاعد اقصد. بعضكم هم يسميه كلاسيك. تشيبنديل انولد في سنة 1700 وشي، وكان نجار، وبلش يسوي هذا الخط من الأثاث. أنا أحس بنظري هو مزيج بين كذا ستايل الكل هم يعتبره كلاسيك، اللي هو الغوثيك، الركوكو، والتشاينيز. هذا تأثير وإنفلونس فرنسي، لأن بعض الكراسي اللي سواها وايد قريبة لستايل لوي 15. الكراسي من أشهر كراسي ستايلات التشيبنديل، هذا اللي تشوفونه هني وهذا. هذا الكبت مثلا يعتبر من ستايل التشيبنديل، بس اشوف تاثير الغوثيك عليه شيء مو طبيعي، والحين اشرح لكم شنو الغوثيك. مثلا هذا ممكن نشوف مزيج من بعض الستايلات ولكن طاغي عليه الغوثيك، وهم ناس ممكن تعتبره وتسميه كلاسيك. ستايل هذا بحت غوثيك، دائما شنو مميزاته؟ الارشات، العواميد، والاقواس هذه بالاسقف، والالوان الداكنه. الستايل اللي نشوفه اغلب في الكاثيدرالات والكنائس القديمه هي ستايل الغوثيك. هذه الصوره دليل حق لما قلت لكم ان التشيبنديل متاثر نوعا ما بالستايل الغوثيك. الوقت يريد يدخلنا الى ستايل ثاني اللي اسمه الفيكتوريان. فاللي ودي اوصل لكم اياه ان الستايلات دائما تكون متفاوته متداخله مع بعض. هي مثل عصر معين شوي شوي يختفي ستايل ويبتدي ستايل ثاني، ونلاقي بالنص مزيج بين الستايلين. قلت لكم شرح وايد حلو خفيف وظريف عن الهيستوري وتاريخ التصميم الداخلي. البيت كان الإنسان هو الكهف، بعدين شوي شوي بلشنا نسوي بعض البيوت من الجلد والقش والأخشاب، وبعدين ستايل الفرعوني نشوفهم شلون بنوا بيوتهم وسووا بيوتهم وقصورهم. هذا يعني حركة الانتيرير. الفرعوني الستايل اليوناني، واعتقد الكل ممكن يميز ستايل اليوناني واضح وصريح. الستايل اليوناني والروماني يا ستايل البيزنطي. يعني بلشنا شوي شوي عقبها شفنا ستايل البيزنطي. البيزنطي هني بلشنا نشوف طريقة معمارية مختلفة وديكورات داخلية مختلفة باستخدام القبب. عقب ما بلشنا نشوف البيزنطي صار عندنا أرشز وأقواس غير عن الروماني اللي كان خطوط سيدة. شوي شوي بلشنا ندخل على الغوثيك. شرحت لكم الغوثيك وقلت لكم إن بالديكورات الداخلية بلشنا نشوف أقواس وأرشات. شفتوا شلون شوي شوي من ستايل لستايل ياخذونه ويكملون عليه؟ عقب الغوثيك كل شيء حجر، كل شيء مغم، كل شيء قامج خشب يا عصر النهضة. وبعصر النهضة بلشنا نشوف جمال أكثر، روائط ملونة منجدة قمشة في النحت. عصر النهضة مايكل أنجلو كان هو موجود في ذيك الحقبة من الزمن، فايكم بحقبة. ظل للحين في هذه الستايلات للحين، لو أنتوا تشوفونها والشخص اللي مو خبير وايد بالديكور راح يسميها كلها كلاسيك. ظل إلى ستايل البروكو بالديكور، وشنو الأشياء اللي تميز ستايل البروكو؟ أو من ضمنها الروكوكو. الروكوكو والبروكو في فروقات بسيطة بينهم، ولكن كانوا يمتازون إن كل شيء ضخم وكبير ومبالغ فيه. مثلا هذا مثال لستايل الروكوكو، وخلينا أوريكم البروكو. هذا ممكن يكون مثال لستايل البروك،
منه ممكن ما يميز بين البروك والركوك مثل ما شفتوا الصورتين اللي فاتوا، ولكن واحد منهم ابتدى من فرنسا والثاني ابتدى من إيطاليا. كان دائما له حضور أكثر داخليا أكثر من شكل العمارة أو شكل المبنى معماريا من الخارج. بروك أكثر رسمي وسيريس يعني جاد، بس الركوك وايد كان أبسط، وايد قاموا يشوفون قاموا يستخدمون الذهبي والأبيض والباستيلز ألوان الباستيل. هذا منظر لشيء بروك، شوفوا مكتوب تحت بروك ستايل، وهذا ركوكو. شفت الفرق؟ سوري هذا قاعد يضايقكم. بعض الأمثلة لستايل البروك مثل ما تشوفون الذهبي طاغي جدا، كل شيء مبالغ فيه بالزخرفة. الزخرفة العالية اللي دائما كان فيها الرسومات هذه كانت تدل على ثروة ستايل البروك. وايد كان عندهم السيمتري، التناظر، تناظر بكل شيء كان مهم. لو تحطون خط هني اليمين من اليسار، تحطون خط هني هذا نفس هذا بالبيت، العواميد نفسها يمين يسار، كان عندهم المناظرة أو المتناظر شيء مقدس. نرجع هذا شنو البروك، يعني شوفوا كمية الذهبي والقبب اللي بالأسقف والسقف والسقف العالي، يعني شوف هذا too much. أما الركوك شوية أبسط، الألوان بلشوا يستخدمون ألوان هادية، الأبيض بلش يبين أكثر رسمية، كان دائما يستخدم للطبقة الأرستقراطية. البروك كان حق الطبقة الدينية مثل ما أقول، متواجد أكثر في الأماكن الدينية. أما الركوكو كان لبيوت الأرستقراطيين. تو هني شلون بلشت الألوان شوي شوي تدخل بالفواتح والأقمشة، لها دور رئيسي، مخامل الخشب بالأرض. الذهب ممكن يكون له حضور ما يمنع، ولكن مو بطاغي مثل البروك. الحين هذا بس بين ركوكو والبروكو، واحنا قاعد نتكلم عن الكلاسيك وغيرها اخذوا ستايلات وايد، احنا للحين ما ودين سكراتش ذا سيرفس على قولتهم. حق الشارت مالتنا عصر النهضة، بعدين عندنا الريجنس، العصر الريجنسي. بالريجنسي ستايل الأثاث كان مزيج بين المصري والتشاينيز والجريك روماني. هني اعتقد التشيبنديل بلش يصير، ريت كان في تواريخ عشان نتاكد المعلومه هذه، لان نفس الكلام صار ان التشيبنديل مثل ما قلت لك كان في تاثير على اثاثه من الستايلات اللي ذكرتهم. الستايل الفيكتوري ممكن اشوفه بالمكان هذا. بعدين شوي شوي الحين بلشنا نصير اكثر شو الكلمه، بلش يصير في مثل حركه ضد الستايل هذا، وبلشنا يصيرون اكثر اتجاه المودرن. هني الارت نوفو ابتدى، اعتقد وين ممكن نحط النيو كلاسيك بين الستايلات هذه وبين الارت نوفو. بعدها تبدي وتسمى بعض الستايلات اللي اليوم احنا نسميها بود مودرن، وانا ودي اخليها لفقرات بالمستقبل ثانية. هذا ستايل ثاني ما نذكر باللستة اللي بوريتكم اياها، لكن يسمونه ستايل تشاينيز. بعضكم ممكن يسميه كلاسيك وبعضكم ممكن يسميه مودرن contemporary، هو جاي بالنص بين الاثنين. تكلمنا عن الجوثيك، ودي اوريكم شلون الجوثيك ممكن حتى يكون في لمسة حديثة او مودرن. شوفوا وايد حبيت عناصر التصميم هذا، الارشات والاقواس اللي موجودة على الشباك هذه تعكس الجوثيكس، والخشب على السقف هم جوثيك، ولكن بعض الخطوط الثانية نيجي نشوف الثريات الكبيرة هم هي عنصر رئيسي بالجوثيك، ولكن صايرة بشكل وبسيط لأنه وايد مخففينها. بعدين نيجي الأثاث خطوطة مستقيمة ما في أي تعرجات. الكونتري في أكثر من نوع كونتري، هذا الإنجليش كونتري. كونتري هم كثير منه ممكن نسميه كلاسيك. شنو الأشياء المميزة اللي نشوف فيه؟ دائما عندهم النقوش، خاصة النقوش تكون على شكل النباتات، وول بيبر جزء رئيسي بس مو موجود هني، بس الول بيبر الرئيسي عندهم اللي هو عليه النقشة هذه. كل شيء منقش في نفس الألوان، يعني دائما ما كان تشوفون الكونتراست قوي ولا تضارب قوي بالألوان، وكان دائما يكونوا متجانسين مكررين في الغرفة كلها بطريقة نقوش مختلفة. شوفوا كم نقشة. عندنا الفرنش كونتري، الفرنش كونتري ما في وايد نقوش كثر ما في وايد خشب،
إذا كانت نقوش فكانت دائما خطوط بسيطة مو وايد مشجرة مثل الأمريكي. حتى تشوفون مقاس الأثاث يختلف. إذا كرسي يعتبر من محطوط في ديكور فرنش كانتري، وشوفوا الكرسي مال الأمريكان كانتري، قصدي كرسي الإنجليش كانتري. الإنجليش كانتري شوية أضخم، حسه وايد يذكرني بالأمريكان كانتري حتى الأمريكي. هو هذا الستايل الفيكتوري. للعين اللي مو متعودة يمكن صعب تميز بين الستايلات هذه. مثال ثاني للستايل الفيكتوري، الحين أقول لكم شنو أهم عناصر الفيكتوريان ستايل. هم في عصر الفيكتوري في تقريبا سنة 1830 ل 1901، في مثل زيادة في ثروة الناس، والناس اللي كانوا ميدل استغنوا وقاموا يقدرون يشترون بعض الأثاث. صار في عصر الأميرة الملكة فيكتوريا، صار في الماس برودكشن، قاموا ينتجون كميات كبيرة، تقليد وايد للأثاث اللي كان ما يقدر يشتريه إلا من طبقة معينة من الناس. في ذاك العصر غرفة خالية ما فيها نقوش، ما فيها صبغ، ما فيها وول بيبر، تعتبر بس لطبقة معينة من الناس. فقاموا لازم يترسون الأثاث الغرفة بأقمشة وأثاث وول بيبر عشان يبينوا أنهم أعلى وأغنى. أهم عنصر جديد دخل في الانتيرير هو الوول بيبر. في ذاك العصر الوول بيبر ضرب ضربة مو طبيعية. الوول بيبرز كانت كل أشكال، من خطوط، نقوش، نباتات، حتى حيوانات كان موجود شكلها على الوول بيبر بالستايل فيكتوري. أحد بيسوي ستايل فيكتوري فأفضل أرضية هي الخشب، بعدين عليها قطعة من السجاد. أي أهم عنصر بعد ضروري يكون موجود إذا أنتم تبون تحطون الستايل الفيكتوري بالمكان هي الثريات والفاير بليس. اليوم أعتقد الحلقة مالتنا مالت الديكور غنية بالمعلومات لكل اللي يحب الستايل الكلاسيك. مفروض اليوم عرفتكم تدققون أكثر وما تسمون كل شيء كلاسيك، بل تسمونه في اسمه اللي يكون خاص بالستايل اللي قاعد تتكلمون عنه. من بعض الكومنتس باين ان درس اليوم كان شوية صعب، بس صدق الكلاسيك ثقيل وشرحه ثقيل، تفاصيله وايد، وانا شخصيا ما احبه، يعني احس وايد فيه تعقيدات ويسبب لي ازمة نفسية. احبه ما احب اشتغل فيه. فكثير يسألوني خاصة الانتيريو ديزاينرز، فراح شو تسوين لما يجي عميل مو نفس ذوقك، شلون ترضينه؟ ببساطة أوجهه لمصمم ثاني ممكن يرضي، لأن أنا ما راح أقدر أبدع بشيء ما ألاقي نفسي فيه.